من جميع المسابقات من جميع الالعاب، سواء كانت الطائره سواء كانت السباحه سواء التماس، اني انا احرز المركز الاول او احرز على الميدال. نستعد للسباق الذي ننتظره كابتن وحيد، 800 متر على مستوى الرجال، وجمال سجاد الجزائر الذي اسعدنا في جوله ستوكهولم وجوله باريس بمشيئه الله. اليوم ايضا يسعدنا بفوز بمشيئه الله في هذا السباق، هذا المتالق النجم الجزائري جمال صدقاتي المصنف الثالث عالميا الذي يشارك. يعني الحال الجزائر في هذا السباق مميزه، يعني فضية توفيق مخلوفي في ريو دي جانيرو، ويعني ها هي الجزائر مرشحه بمشيئه الله لميداليه اولمبيه في هذا السباق على ضوء المستوى الذي شاهدناه سواء من جمال مولاي او جمال صدقاتي الذي فاز في اخر جولتين ستوكهولم وباريس. نعم يعني شوف لو حددنا السباق بشكل فني، 9 ابطال موجودين ما بينهم جمال سجادي الجزائري المعروف صراحه صاحب فضيه العالم، ايضا ابطال بودابست الاول والثاني والثالث موجودين، الكندي موجود عرب صاحب المركز الاول، الثاني موجود اللي هو امانويل وايني من كينيا موجود ايضا صاحب المركز، البريطاني بن بشر موجود، هذا كله موجودين. ولذلك جمال سجادي في احسن حالاته واحسن يعني اعطانا صراحه ثقه هو ومولى سليمان، اعطونا احسن يعني اريحيه كامله على اعتبار ان جمال سداجي صراحه هو يعني صراحه في الفورمه، ويكون هناك نقول نهائي معاد بالنسبه للابطال صاحب المركز الاول والثاني والثالث في بطوله العالم في بودابست. ايضا هناك مشاركه السويدي ايضا لا ننسى اندرسون، ترى زمنه جيد جدا يا ابو طالب، دقيقه 40.8 هذا مش شيء بسيط، ولكن يعني هناك في حوالي 2 تحت 42 هو امن مانويل وارب الكندي، لذلك راح يكون السباق يعني في منافسه شرسه ما بين سجادي وما بين ابطال العالم الاول والثاني والثالث في بودابست. بمشيئه الله يسعدنا جمال وننتظر الرقم العالمي. والاستعداد مشاهدينا الاعزاء بمشاركه يعني معظمهم هذول المشاركين جابوا رقم التاهيل اللي حق الاولمبياد باريس 1.45 كلهم كلهم مسجلين، ولذلك لكن الدوري المصري له حلاوته وله منافسته وله طريقته الخاصه. ينطلق السباق كابتن وحيد، لنرى تكتيك جمال في هذا السباق، رايناه في جوله باريس يعني اخذ وضعيه جيده كان يعني في الترتيب الثالث، ثم انطلق في ال 100 متر الاخيره واستطاع ان يتالق ويتفوق. لنرى التكتيك في اول 400 متر، جمال هيتواجد في منتصف ما بين اللاعبين، الجزائري جمال صدقاتي برونزيه عالم عام 2022 برونزيه دوري ماسي في العام الماضي لجمال صدقاتي. شوف ابو طالب اذا جات اللفه الاولى تحت ال 50 ثانيه تمام راح يكون هناك في سباق عنيف وقوي، على اعتبار ان سجادي الان هو متصدر احسن زمن سجلها العام دقيقة.41.56 في الملتقى اللي قبل. رغم الملتقى باسم اموس من بوتسوانا دقيقة.41.89. الان راح نشوف اللفه الاولى كم يجون فيها تحت نعم تحت ال 50.14. نقول عنا سباق سريع، ولذلك راح نشوف يعني صراحه الربت او اللي جر السباق صراحه هو الفرنسي، عمل مجهود طيب صراحه، ولذلك هل جمال سجاد الان يعمل نفس الخطه يجي من الخارج ويفوز يقترب منها الان؟ نعم. هو بالفعل كان في الرابع، الان في الثالث دخل. نعم. على الثاني ودخل على ماركو ارب الكندي. نعم الان الاول الثاني عالميا لاعب قوي جدا، وجمال سجاد الان يلاحق ماركو ارب الكندي. نعم نعم شوف الان هو دائما جمال سجاد ياتي من الخارج بالضبط، وهذه ميزه طيبه بالنسبه للاعب ال 800 متر، ولذلك حتى يتحاشى من المشاكل من التزاحم من الى اخره. رائع رائع بنفس السيناريو بنفس السيناريو، رائع رائع رائع، بطل بطل كبير بطل كبير، نجم كبير جمال صدقاتي الجزائري ينطلق، ويا سلام عليك، يدخل منفردا ومغردا وينظر الى الجميع من البرج العالي ويفوز للمره الثالثه، للمره الثالثه يؤكد انه الافضل، يؤكد انه الاقوى، يؤكد انه استعد استعداد رائع لدور باريس الاولمبيه القادمه. هذا اللاعب المتالق الجزائري كما فعل في ستوكهولم كما فعل في باريس، هو اليوم ايضا يفعل مع لاعبين اقوياء، مع لاعبين يمثلون النخبه، وبالتالي جمال صدقاتي ننتظر منه مشيئه الله ذهبية أولمبية بشيئة الله متوقعة كابتن وحيد من هذا النادي. إن شاء الله شوف الآن سجل رقم وطني جديد بالنسبة للجزائر 1.41.56، احنا نتكلم فنيا يا سلام، سجل حطم رقم اللي سجلها قبل كم من يوم من الأيام في أوروبا أحسن زمن هذا العام 1.56، سجل 1.41.56 يعني، وسجل أيضا رقم الملتقى اللي حطم رقم آموس اللي كان مسجل باسم آموس من يعني 2019 قبل 6 سنوات او 7 سنوات، ولذلك شوف انا اقول لك جمال سجادي رائع. اذا ياتي من الخارج ويتفادى المشاكل ويتفادى التزاحم، وهذه خطه صراحه يعني مميزه بالنسبه للعدائين الجزائريين، كما ذكرنا يضرب النور الدين مرسلي نفس الخطه يمشي عليها،
ايضا توفيق محروف يمشي على يعني على نفس الخطه. كل هؤلاء الابطال السابقين، والان نشوف جمال سجادي ومولى سليمان يعني يمشون على نفس الرتم، وهذا يعطيهم مثل ما قلت دافع بانهم ان شاء الله يحققون نتيجه طيبه. والجزائر ايضا يعني معروفه في على مستوى الاولمبي والمستوى العالمي بانهم سواء كان من السيدات او من الرجال، والان جمال سجادي برافو الجزائر، برافو جمال سجادي، مبروك للعرب على اول فوز في هذه المسابقه. فوز رائع جدا واداء رائع جدا الحقيقه، و يعني ملتقى يعني فاتح للشهيه الحقيقه بهذا الاداء من الجزائري العملاق جمال سجادي، وهذا الاداء المميز جدا برقم شخص جديد، برقم وطني جديد، برقم جديد للملتقى وورلد ليد. يعني الحقيقه اليوم حطم جميع الارقام جمال صدقاتي ويقترب من الرقم العالمي، يعني ولما لا، يعني الرقم العالمي ليس بعيد. وهذا اللاعب الجزائري الحقيقه يؤكد استعداده المميز من جوله الى جوله، ويؤكد ان فوزه في الجولتين السابقتين كان بالفعل عن جداره واستحقاق. نعود الى كاتب